السلام عليكم يا شباب، قبل كل شيء اضغط لايك للفيديو اذا ما كنت مشترك في القناه، اشترك في القناه وفعل زر الجرس. اليوم جايب لكم مجموعه جديده من قصات شعر جاهزه ومصممه، وبشرح لك كيف تركبها على الشخصيه او صورتك او اي شخصيه. بشرح لك كيف التركيب، كيفيه التركيب. فما بطول عليكم في الفيديو، راح بريكم القصات الشعر. الناس ما يشوفون، هذا هو قصات الشعر، مجموعة ناس ما تشوفون، عددهن 65 شخصية قصة شعر، عددهن 65 قصة شعر، اوكي؟ راح بشرح لك كيف تحمل وكيف تحمل الملف هذا، وكيف تركب على الشخصية، كيفية التركيب، اوكي؟ كل ما تحتاجه لازم تحمل برنامج فوتوشوب حتى تقدر تركب قصات الشعر على الشخصية أو صورتك. اوكي، رابط تحميل الفوتوشوب المستخدم ايضا بتحصله في الوصف اسفل الفيديو. اوكي، الحين نشرح لك كيف تحمل هذا الملف. ناس ما تشوفون قصات الشعر، ناس ما تشوفون، كل ما عليك انك تدخل على الرابط اللي في الوصف اسفل الفيديو. اوكي، ناس ما تشوفون هذا الرابط، بعد ما تدخل على الرابط بيوديك الى صفحات اعلانيه، تتخطى الاعلانات فبيفتح لك موقع التحميل. ناس ما تشوفون هذا الموقع، اوكي؟ اوكي، تنزل لتحت، تضغط على، اضغط هنا لتنزيل الملف، فيبدا بتحميل الملف مباشره على جهازك. بعد التحميل بتحصل على شكل ملف مضغوط، تضغط على كليك يمين، تضغط اكستراكتر او استخراج او فك الضغط، فيبدا ينتج لك الملف. ناس ما تشوفون هذا الملف اللي بتحصل مجموعه كبيره من قصات الشعر جاهزه ومصممه. ناس ما تشوفون، اوكي، بخلفيه شفافه طبعا، بس خلفيه شفافه. اذا كان خلفيه يعني مثلا هذا الصوره، يعني كل مش في قليل منها يكون يعني الخلفيه الشفافه، ما يعني مش ما زالوا خلفيه، خلفية بيضة موجودة، تقدر تزيلها او بشرح لك كيف تزيل الخلفية. نفتح برنامج فوتوشوب، اوكي الحين مثلا نختار الصورة حتى نزيل الخلفية اللي فيها. اوكي، نروح للملف قصات شعر، بنختار نفس ما تشوفون هذا مثلا، مثلا هذا كله القصات اللي تم ازالة الخلفية. نفس هذا مثلا، نفس ما تشوفون هذا ما قام بازالة الخلفية. كل ما عليك ان تضغط على المحاية كليك يمين، تضغط على تختار الثالث اختيار، تضغط عليه ضغطة ويبدأ يزيل لك الخلفية. بعد ما تنتهي من ازالة الخلفية، تضغط على فايل، اضغط على سيف اس، اوكي، اختار سطح المكتب، اضغط اختار هنا بي ان جي، اضغط على سيف ويبدأ يحفظ لك على سطح المكتب. الحين نشرح لكم كيف تضيفه على الشخصية او صورتك او اي صورة شخص. اوكي، الحين نختار الشخصية، مثلا نختار اي شخصية، نروح نختار اي شخصية، نختار مثلا هذا نختار هذا مثلا، اوكي، نكبره حتى يكون واضح، اوكي، اوكي. الحين مثلا الحين تضغط على علامة صح، اوكي. الحين اضغط على فايل مرة ثانية، اضغط على هذا بليس، نفس ما تشوفون بليس. الحين نروح لقصات الشعر، اوكي، نختار القصة الشعر المناسب اختار قصة الشعر مناسب، مثلا بختار هذا القصة الشعر مثلا، اوكي، هذا بختار، اوكي، نفس ما تشوفون. بس يعني بعد ما تنتهي من وضع القصة الشعر في مكان المناسب، اضغط على علامة صح، فالناس ما تشوفون تم يعني وضع قصة شعر جديد في الشخصية. بعد ما تنتهي تقدر اذا كان في شيء زايد تقدر تحذفها بالضغط على هذا الخيار، الناس ما تشوفون محايا، اختار اول واحد، او تقدر تحذف تقدر تحذف المكان اللي ما تبيها، يكون الشعر مش واضح يعني مش مناسب، تقدر تحذفه. وبعد ما الحين هذا مناسب، ما فهم في داعي احذفها. بعد ما تنتهي اضغط على فايل، اضغط على السايب اس، اختار هنا بي ان جي، اضغط على اختار سطح المكتب، اضغط على السايب، فيبدا يحفظ لك على سطح المكتب. بعد ما تنتهي نروح على سطح المكتب، بتحصل الصورة اللي تم تصميمها. ناس ما تشوفون تم إزالة وضع الشعر الجديد بالشكل جميل جدا. وبس هذا هو الشرح، ما بطلت الفيديو، هذا هو الشرح. إذا عجبك المقطع اضغط لايك للفيديو، إذا ما كنت مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زر الجرس.
بخليكم مع قصات الشعب.